بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة إن شاء الله بإذن الله. في هذا الفيديو سنعرض لكم المؤشرات الشبه رسمية والنهائية لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلبة الثانوية العامة، الدور الأول والدور الثاني لجميع الشعب، سواء كانت الشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية. لكن بداية، لو كنت طالب أولي أمر ومهتم بأخبار التعليم وكمان بأخبار التنسيق ويهمك يصلك كل أخبار التنسيق أول بأول، فياريت تنزل تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات القادمة، وياريت تدعمنا بلايك الآن للفيديو، وياريت لو قدرت تشير الفيديو ده شيره بحيث تعم الفائدة. طبعا مع اقتراب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلبة الدور الأول ولطلبة الدور الثاني، ومن المقرر أن تعلن غدا السبت الموافق 10/9/2022، بيبحث جميع طلاب الدور الأول والدور الثاني وكذلك طلبة الدبلومات الفنية عن المؤشرات النهائية لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لهذا العام 2022 لطلبة الدور الأول ولطلبة الدور الثاني، حيث كشفت مصادر مقربة من مكتب التنسيق بأن مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلبة الدور الأول ولطلبة الدور الثاني سوف تكون كالتالي: أولا، كلية تربية جنوب الوادي رياضة من 57.56%، كلية حقوق انتسام موجه بني سويف 57.56%، كلية حقوق انتسام موجه جامعة القاهرة 57.56%، كلية آداب انتسام موجه جامعة دمنهور 57.56%، كلية تربية موسيقية جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 57.43%، كلية تربية طفولة جامعة دمياط رياض أطفال من 57.31%، كلية تربية تعليم ابتدائي جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 57.31%، كلية حقوق انتساب موجه جامعة الزقازيق 57.31%، كلية آداب انتساب موجه جامعة طنطا 57.31%، كلية تربية السويس رياضة 57.31%، كلية تربية نوعية موسيقية جامعة المنصورة بميت غمر 57.31%، كلية حقوق انتساب موجه جامعة أسوان 57.19%، المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم معلومات بطنطا 57.7%، كلية آداب انتسام موجه جامعة حلوان 57.7%، كلية حقوق انتسام موجه جامعة الإسكندرية 57.7%، كلية حقوق انتسام موجه جامعة أسيوط 57.7%، كلية حقوق انتسام موجه جامعة عين شمس 56.82%، كلية آداب انتسام موجه جامعة المنوفية بشبين القوم 56.82%، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 56.82%، كلية اقتصاد منزلي جامعة حلوان 56.82%، كلية تربية نوعية جامعة عين شمس 56.82%، كلية تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 56.82%، كلية آداب انتساب موجه جامعة قفر الشيخ 56.82%، كلية تربية جامعة قفر الشيخ رياضة 56.70%، كلية آداب انتساب موجه جامعة الفيوم 56.58%، المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة نظم تجمع الخامس 56.58%، المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بث 56.58%، كلية آداب انتسام موجه جامعة جنوب الوادي 56.58%، كلية تربية تعليم ابتدائي السويس 56.58%،
كلية آداب اتسام موجه جامعة بورسعيد 56.58%، كلية حقوق انتسام موجه جامعة حلوان 56.46%، كلية تربية جامعة أسيوط رياضة 56.34%، كلية آداب انتسام موجه بنات جامعة عين شمس 56.34%، معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر 56.34%، كلية حقوق انتسام موجه جامعة بنها 56.9%، كلية حقوق انتسام موجه جامعة بنها 56.9%، كلية تربية طفولة جامعة السويس 56.9%، كلية آداب انتسام موجه جامعة أسوان 56.9%، أكاديمية أخبار اليوم ب 6 أكتوبر علوم إدارية عربي وإنجليزي 56.9%، المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 56.9%، كلية تربية جامعة دمياط رياضة 55.85%، كلية آداب انتسام موجه جامعة دمياط 55.85%، كلية تربية نوعية جامعة الفيوم 55.85%، كلية آداب وعلوم إنسانية انتسام موجه جامعة السويس 55.85%، المعهد الفني التجاري بيضمنهور 55.85%، كلية آداب وعلوم إنسانية انتسام موجه جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 55.85%، كلية آداب انتسام موجه جامعة بني سويف 55.85%، كلية آداب انتسام موجه جامعة ألمنيا 55.61%، كلية حقوق انتسام موجه جامعة طنطا 55.61%، كلية حقوق انتسام موجه جامعة المنصورة 55.61%، كلية حقوق انتسام موجه جامعة المنوفية بشبين القوم 55.61%، كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي بالاسكندرية 55.61%، كلية تربية نوعية جامعة بنها 55.61%، المعهد العالي للغات ب 6 أكتوبر 55.61%، كلية آداب انتسام موجه جامعة العريش 55.61%، كلية تربية نوعية موسيقية جامعة بورسعيد 55.61%، كلية آداب انتسام موجه جامعة أسيوط 55.61%، كلية تربية تعليم ابتدائي دمياط 55.61%، المعهد الفني الصحي للصناعات المتطورة النهضة أول مدينة السلام بالقاهرة 55.61%، المعهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية بالمقطم 55.61%، كلية تربية طفولة جامعة العريش 55.36%، كلية آداب انتسام موجه جامعة جنوب الوادي 55.36%، كلية تربية جامعة بني سويف رياضة 55.36%، كلية حقوق انتسام موجه مدينة السادات 55.36%، كلية خدمة اجتماعية تنموية جامعة بني سويف 55.36%، المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول 55.36%، كلية تربية فنية جامعة ألمنيا 55.36%، كلية حقوق انتسام موجه جامعة قفر الشيخ 55.36%، كلية تربية رياضية بنات جامعة العريش 55.36%، الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام شعبة إدارة الأعمال 55.12%، كلية تربية جامعة جنوب الوادي رياضة بالغردقة 55.12%، كلية آداب انتسام موجه جامعة سوهاج 55.12%، معهد مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية بالمنصورة 55.12%، المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 55.12%، كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان 55.12%، كلية تربية نوعية فنية جامعة أسيوط 54.83%،
كلية تربية رياضية بنين جامعة جنوب الوادي 54.87%، كلية خدمة اجتماعية انتسام موجه جامعة حلوان 54.87%، المعهد العالي للغات بمصر الجديدة 54.75%، كلية تربية تعليم ابتدائي جنوب الوادي بالغردقة 54.63%، المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج ماريوط 54.63%، كلية تربية نوعية فنية جامعة دمياط 54.63%، معهد العبور العالي كيلو 21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 54.63%، كلية خدمة اجتماعية جامعة الفيوم 54.63%، كلية خدمة اجتماعية جامعة أسيوط 54.39%، كلية خدمة اجتماعية جامعة أسوان 54.39%، كلية تربية نوعية موسيقية جامعة طنطا 54.39%، كلية تربية نوعية جامعة المنوفية بأشمون 54.39%، معهد السياحة والفنادق تعليم تبادلي بحلوان 54.39%، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بني سويفة التكنولوجيا 54.39%، المعهد الفني للفنادق بالأسكندرية 54.26%، كلية تعليم فني صناعي بقنا 54.14%، المعهد العالي تكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 54.14%، كلية تربية نوعية فنية جامعة مطروح 54.14%، معهد المنيا العالي للغات 54.14%، معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرمنت 54.14%، المعهد العالي للحاسب الآلي بكينج ماريوط لنظم المعلومات الإدارية 54.14%، كلية تربية رياضية بنات جامعة جنوب الوادي 54.14%، المعهد العالي للحاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة 54.14%، المعهد الفني التجاري بالأسكندرية 54.14%، معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة نظم معلومات 54.14%، المعهد الفني التجاري بالروضة 54.2%، كلية تربية نوعية موسيقية جامعة الزقازيق 53.90%، كلية تربية رياضية بنين جامعة مطروح 53.90%، كلية تربية نوعية فنية جامعة أسوان 53.90%، كلية تعليم فن صناعي بجامعة الأسكندرية 53.90%، كلية تربية نوعية جامعة سوهاج 53.90%، كلية تربية نوعية فنية جامعة المنصورة بميت غمر 53.90%، كلية تربية نوعية موسيقية جامعة كفر الشيخ 53.90%، الفني للفنادق بالمطرية 53.65%، الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام ب 6 أكتوبر 53.65%، الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية 53.65%، معهد فني تمريض أسوان 53.65%، المعهد الفني التجاري ببنها 53.65%، المعهد الفني التجاري بأسيوط 53.41%، كلية تربية نوعية موسيقية جامعة عين شمس 53.41%، كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه جامعة الفيوم 53.41%، المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس تجارة انجليزي 53.41%، كلية تربية نوعية جامعة المنصورة بميت غمر 53.41%، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية 53.41%، المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج 53.41%، معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 53.17%، معهد الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية شعبة نظم معلومات بالمقطم 53.17%، كلية تعليم فني صناعي الصحافة 53.17%، كلية تعليم فني لمواد البناء
بحلوان 53 و17 بالمئة، كلية خدمة اجتماعية تنموية انتسام موجه جامعة بني سويف 53 و17 بالمئة، كلية تربية رياضية بنين جامعة بورسعيد 53 و17 بالمئة، كلية خدمة اجتماعية انتسام موجه جامعة أسيوط 53 و4 بالمئة، كلية خدمة اجتماعية انتسام موجه جامعة أسوان 53 و4 بالمئة، معهد طيبة العالي لشعبة نظم المعلومات طريق سهارة بالهرم 52 و92 بالمئة، المعهد العالي للعلوم الإدارية متقدمة وحاسبات شعبة نظم معلومات كيلو 47 طريق الأسكندرية 52 و92 بالمئة، المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة إدارة تجمع الخامس 52 و92 بالمئة، المعهد العالي تكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 52 و92 بالمئة، كلية تربية طفولة جامعة جنوب الوادي بالغردقة 52 و92 بالمئة، سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 52 و92 بالمئة، كلية تربية نوعية فنية دمنهور بالنبارية 52 و92 بالمئة، معهد القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول 52 و80 بالمئة، كلية تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنبارية 52 و68 بالمئة، المعهد الفني التجاري بقوصنا 52 و68 بالمئة، المعهد العالي إدارة شعبة نظم معلومات قفر الشيخ 52 و68 بالمئة، معهد طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية 52 و68 بالمئة، الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 52 و68 بالمئة، المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم معلومات بالعريش 52 و68 بالمئة، كلية تعليم فن صناعي ببنها 52 و68 بالمئة، كلية تربية نوعية فنية جامعة بورسعيد 52 و68 بالمئة، معهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول شعبة نظم معلومات 52 و68 بالمئة، كلية تربية تعليم ابتدائي جامعة أسوان 52 و68 بالمئة، المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارية الخارجية والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات بالتجمع الخامس 52 و68 بالمئة، كلية تعليم فن صناعي المطرية 52 و68 بالمئة، كلية تربية نوعية موسيقية جامعة الأسكندرية 52 و43 بالمئة، كلية تربية رياضية بنات جامعة المنوفية بشبين القوم 52 و43 بالمئة، المعهد العالي للدراسات النوعية واللغات بالجيزة 52 و43 بالمئة، كلية تعليم فن صناعي سوهاج 52 و43 بالمئة، كلية تربية شعبة تربية فنية جامعة السويس 52 و43 بالمئة، المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف 52 و19 بالمئة، كلية تربية نوعية موسيقية جامعة جنوب الوادي 52 و19 بالمئة، كلية تربية نوعية موسيقية القاهرة 52 و19 بالمئة، المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوب بالاسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 51 و95 بالمئة، المعهد الفني التجاري بسوهاج 51 و95 بالمئة، معهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول شعبة إدارة 51 و95 بالمئة، معهد فن تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 51 و95 بالمئة، كلية تعليم فن صناعي بشبرا 51 و95 بالمئة، معهد فن تمريض السويس 51 و95 بالمئة، كلية تربية رياضية بنات السويس 51 و95 بالمئة، معهد الفراعنة العالي نظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 51 و95 بالمئة، المعهد الفني التجاري بالزقازيق 51 و70 بالمئة، كلية تربية نوعية موسيقية سوهاق 51 و70 بالمئة، كلية تربية رياضية بنين جامعة السويس 51 و46 بالمئة، معهد طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي 51 و46 بالمئة، كلية تربية طفولة جامعة أسوان 51 و46 بالمئة، المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة 51 و22 بالمئة،
المعهد الفني التجاري بأسوان 51.22%، المعهد العالي تكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص إدارة أعمال ومحاسبة 50.97%، معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية 50.97%، كلية تربية نوعية موسيقية جامعة أسوان 50.97%، كلية تعليم فن صناعي أسوان 50.63%، المعهد الفني التجاري بدمياط 50.63%، المعهد العالي حاسب وإدارة شعبة نظم معلومات إدارية الزرقاء دمياط 50.48%، كلية تربية رياضية بنات كفر الشيخ 50.48%، معهد فن تمريض عين شمس 50.48%، معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة 50.24%، كلية تربية نوعية فنية جامعة المنصورة 50.24%، كلية تربية نوعية مطروح 50.24%، وأخيرا معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور طبعا ده بمصروفات 50%، وجميع المعاهد اللي هي بمصروفات في جميع المحافظات من 50%. وبكده يكون عرفنا المؤشرات الشبه رسمية والنهائية لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلبة الثانوية العامة لهذا العام 2022 لطلبة الدور الأول ولطلبة الدور الثاني. دمتم في أمان الله وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.